اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني يا الله يا كريم. والنهاردة فيديو جديد هنصور البطة، آخر يوم خلاص ليها مع البط. النهاردة هنوديها بقى هناك عند العشة عشان تبيت بقى وترقد تاني. آخر يوم بقى لها أسبوعين وهي قاعدة معاهم، وفي الأسبوعين ده بنأكلهم علف عليه مية، مرة عسل، مرة سكر، مرة خل، كل يوم حاجة كده. هو مرة في الأسبوع يعني، مرة سكر في الأسبوع، مرة سكر، مرة عسل، مرة معلقتين خل. نحط لهم يشربوا المية، وبعد ما يشربوا المية يروحوا أكلين العلف. آخر يوم ليها ماذا؟ فقلت لها تعالي إن صورك آخر يوم. تروح بقى في العشة، هي بتبيت تلات ترقد في السنة، وبتقعد شهرين بتغير ريشة كده. أول رد اهوت، ربنا يسهل الحال يا رب. بص يا ستات، أسعار البط ده اهو، شايفين الجوز ده ب50 جنيه، شايفين؟ بصوا هو سعره كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجوز ب50 جنيه، بصوا. يلا ربنا يبعت الرزق. والبطة الكبيرة ده هي يعني، هي لما تبقى تجيلة هي خفيفة دلوقتي، لما تطلع وتاكل وتتجال عشان تبيت تاني تبقى وزنها 2 كيلو او كده هوت. يقولك الكيلو ب180 جنيه البط، ربنا هو المستعان. وذكر البط بقى ب500 جنيه، سبحان الله. طيب واللي عاوز يشتري مثلا جدي صغير او كده يعمل ايه؟ ده كان الجدي المفطوم او المعزة المفطومة كانت ب300 جنيه، كانت ب500 جنيه. شفتوا الاسعار بقى، ربنا يلطف بينا، ربنا يلطف بينا. بس قلت لهم تعال نعمله فيديو قبل ايه، قبل ما خلاص اخر منظر، المنظر ده خلاص هنوديها مع الطيور خلاص. ده بط سكوت، هنفرجكم البط المجنس. بصوا ده البط المجنس، بسم الله ما شاء الله، 5 مطلعهم لي الدجاجة الهندي وقاعدة بيهم لحد دلوقتي. بصوا لحد دلوقتي وهي قاعدة بيهم، بس دومت عندهم شهر خلاص. طلع لهم في جنبهم الريش الجديد اهو، ريش الحلال اهو، طلع لهم في جنبهم، عندهم شهر دومت. هي بصي واقفة، يا سلام، قاعدة تلف بعيد، خايفة عليك. والحمام أول ما بيلاقي العلب بيجي على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شكلهم جميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد.